ف... أنا حاسبة. أنا حاسبة؟ لا اسمه إيه بقى قولوا لهم؟ سمعت اسمه إيه؟ إزازة. إزازة إيه؟ قولوا اسمه إيه؟ ميزان رقم بيعين الكتلة. كتلة؟ يعني ده بنوزن بيه بنجيب بيه الكتلة. وريني كده؟ أهو. أيوه. أنا كده كام كيلو؟ أنت 4 كيلو. ده بيستخدم في تفاعلات اسمها المعايرة. 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 معايرة. يبقى ده اسمه ايه؟ دورة مخروطي بيستخدم في تفاعلات ماشي. دي بقى السحاحة. السحاحة دي انبوبة زجاجية ازازة مفتوحة الطرفين. هنا بنضيف السائل وهنا حنفية نتحكم في السائل. هنشوف حالة مع بعض. اركب بشكل رأسي كده اهي. ايوه يا بنت بقى بطل نكش. تعالى ما تساعدني. اساعدك كمان. انت ماشي. هنضيف السائل يا توتي كده. بصي يا توتي. اتكلمي معايا. اكيد بحبك يا توتي. وانا وانتي. يا قلبي. اهي. يا فرع. لا ما تقلقش. كده احنا مالينا السحاح. ايوه بصي بقى لو انا عايز اخلي السائل اللي جواها ينزل هتحكم بالحنفيه. حنفيه الدبور او الحنفيه بالشكل ده كده هي نازله بسرعه. لو انا عايز ابطئها اقفل شويه بالشكل ده. لا تستنى صعبه. لا مش صعبه خالص. ولو انا عايز ابطئ تاني اقفل تاني اهي فتفضل نازله نقطه نقطه دي بتستخدم في التجارب الدقيقة بس يعني لما أكون بنحلل بيها دم. دي اسمها إيه؟ المقصة. اسمها إيه؟ المقصة. دي المقصة بنقل بيها حجم محدد. بص كده أهو أهو تشفط تشفط وببدأ أخلي السائل لغاية العلامة هنا أهو. طول ما انا قافل ايدي كده يا توتي الميه هتفضل محبوسه. بصي شايفاها كده انا معايا 10 مللي. ايه يا دكتور ده؟ ايه ده؟ ده في الطويل الدمر ده. ايه بس يا لعيب. طب يلا نقولهم مره كمان بسرعه. طب اسمه ايه؟ اسمه ايه؟ بيقيس الايه؟ بيقيس الكتله. الكتلة مخبار مخبار بيقيس حجم السوائل. بيقيس حجم السوائل. دورة مخروطي. دورة مخروطي. تفاعلات تفاعلات. دورة دورة تستخدم في تحضير تحضير. ودي اسمها ايه؟ بتستخدم في التفاعلات الدقيقة. بتستخدم في التفاعلات الدقيقة. مساحة. مساحة. سحاحة. سحاحة مش مساحة. سحاحة مش مساحة. سحاحة. ايوه كده شاطرة. كل يوليو